حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. فعلا اليوم معنا سيدة هذا البيت، سيدة هذا الاستوديو، الفنانة الكبيرة والقديرة حياة الفهد. مساك الله بالخير أم سوزان، وقرت عيننا بوجودك الليلة. حبيبتي مساكم الله بالخير، وأنا سعيد أن يكون معاكم مع الفرقة الجميلة. حياك الله يا سيدة هذا البيت والفن الكويتي، وأكيد مستمتعين بوجودك اليوم معنا، وعطيتي يعني حياة الفن الكويتي واليوم حياة الاستديو. يا بعد عمري جزاكم الله خير. يا هلا ومرحبا. يعني إحنا نقول كل رمضان يطلع علينا الهلال. رمضان إن شاء الله وعساها ما تنقطع من عادة، آمين يا رب. تطلين على كل الأمة العربية من خلال مسلسل جديد مختلف تماما، ايش رايك نبدي في حوارنا الليله؟ يلا. قرت عين منو؟ عيني وعينكم ان شاء الله في رمضان، وعين امه محمد يا رب. امين يا رب. عيد علينا وعلى جميع المسلمين. هو العنوان غريب شويه بس حلو، لان كل ما يقرونه بيقولون عين نبيك. صدق. فموضوع جدا حلو وانساني، بس في جانب يعني قلنا ما نبي، لأنه شوية مأساوي هو. القضية أساسا مأساوية، فقلنا دخلنا الجانب الكوميدي فيه عشان يخفف، وخاصة النجوم اللي معانا معروف عنهم أن دمهم خفيف. صحيح. مثل مجموعة كبيرة ما بأعدد، لكن أقول الجانب الكوميدي مثل سعاد علي، عبد العزيز النصار، شيماء علي، مجموعة محمد جابر، مجموعة يعني معروف عنها خفة الروح. صحيح. فان شاء الله يا رب نكون خفيفين عليهم. ان شاء الله يا رب. احنا عرفنا ام سوزان بان يعني كواليس المسلسل فيها وايد ضحك، فيها افيهات، ويعني انتهاء التصوير كان بدموع الفرقه اللي راح تصير، او يعني الفتاق ونهايه هذا العمل. والله شوف يعني ربي لك الحمد، هذا في كل عمل يعني عملي اللي انا اكون فيه او اتولى انتاجه، ما يجمع الا الحب والالفه، ويصير لان المده شويه طويله. صح. يعني عمليه التصوير تاخذ لها شهرين. نعم. تقريبا هذا اقل شيء، في ناس تاخذ اكثر. فاحنا شهرين شهرين وشوي، الجمعه والالفه هذه اذا ما يكون فيها حب ما راح تعطي شيء. صح. فانت تشوف اللي معاك اكثر من اللي ببيتكم. عرفتي؟ فلازم يكون في حب، لازم يكون في ضحك، لازم يكون في وجبه تجمعنا حلوه، يعني مره انا اطبخ، مره ما احد يطبخ، نسوي بوفيهات. هذا اللي يجمع المجموعه على الحب والالفه. لما يخلص العمل تحس بفراغ، تحس انك باكر ايش بتسوي. فلهذا مرات تغلبنا دموعنا يعني. اكيد. لا، وهالسنه التصوير بالكويت. إينا. فأعتقد يعني أيضا التصوير بالديرة مختلف نوعا ما. أكيد. وجودك بين أهلك، بين أخوانك، الممثلين والفنانين، وأنتم مرتاحين، يعني مو رايحين سفر لازم تخلصون وتردون. أكيد. التزاماتكم داخل الديرة، فهذا يعطيك شوية أريحية زيادة. هو أكيد، بس إحنا يعني لأن بعد المجموعة اللي معانا عودة وايد، يعني إحنا كل سنة كنا نتكلف وايد. أي. لأن مضطرين ناخذ أكثر النجوم من الكويت. فيصير لا تنسي هناك فنادق وبوكت ماني وأكل وشرب، يعني وايد مسؤولية. فهني أخف علينا وايد أن وجودنا هني. أنا صار لي 3 سنوات برا. أي. بس الحمد لله السنة بالكويت وشغلنا براحة يعني. صح. اشتغلنا ولقينا حتى تعاون حتى من أصحاب البيوت. الله رزقنا يعني بناس فعلا متعاونين، افتحوا لنا بيوتهم بالكامل. عادة أو بعض الأحيان للأسف نجد صعوبة مع أصحاب البيت. يعني أنا أوجه رسالة لجمهور الكويت أن يتعاون ويانا، لأن مو كل الناس تقدر تركب دري مثل حظي يعني. أنا يعني ما أقدر أركب دري، ويكون في العمل بعض كبار السن أو المرضى. صحيح. فيصكون الأسانسير، يقفلوا الأسانسير عشان ما نطلع. فنضطر أن احنا نكون كل قعدتنا. بس والله لقينا بهالعمل كثر الله خيرهم، نقدم لهم التحية على التعاون الجميل. افتحوا لنا المطبخ، معنا كل شغلنا معانا احنا، بس نحتاج الغاز يعني. افتحوا المطبخ وافتحوا الأسانسير وافتحوا اللي يبون غرفهم. يعني كثر خيرهم. نعم. هذه وايد حركة حلوة، بادرة طيبة منهم. أكيد. والأحلى لما شفنا البوستر اللي نشرتيه في الانستغرام الخاص فيك، الستايل الكاب اللي هذه جديدة علي. هذه كانت صدمة غريبة. شلون جت الفكرة أنه يكون البوستر بهالشكل؟ لأن صار لي تقريبا 4 سنين كلها أعمال جادة وأعمال يمكن مؤلمة بعض الشيء،
أو مواضيعها يعني فيها سياسة، فيها تاريخية وتراثية بشكل معين. حبيت شلون أكسر الحدة وشلون أكد لهم أن العمل في جانب كوميدي. حلو. فاخترنا اللبس هذا. أيه. اخترناه على أساس أنه يعني حياة ما تسوي هالشيء في طبيعتها. فاخترناه على أساس أنه يكون في مرح شوي. والسنة هذه بنضحك معك بإذن الله. إن شاء الله يا رب. بإذن الله. الترابط اللي يصير بينك وبين الفنانين نجده دائما موجود بأعمالك، وما شاء الله يعني الكل يتمنى أنه يشارك بأعمال أم سوزان، لكن هل هناك محاذير معينة للمشاركة بعمل لحياة الفهد؟ أنا بالنسبة لي والله الأهم شيء عندي هو شيء الالتزام والصدق. يعني لما نطلب ممثل أساس العمل، أنا عمل واحد برمضان أقدم، فأتمنى أن يكون الممثلين اللي معي ما يكونوا مشاركين أكثر من أربع خمس أعمال بأعمال، يعني أربع خمس أعمال كلش مي حلوة، لأن المشاهد يضيع. عرفتي؟ فلما نطلب ممثل أحيانا للأسف يقول أنا ما عندي لغير عمل واحد، أو عندي عمل الحين خلصته وبيعرض الحين برمضان ما عندي شيء. نتفاجأ بعض الأحيان أن عنده ثلاث أعمال برمضان، فهذه كل هذه ما فيها مصداقية. كلش مو حلوة. الشيء الثاني اللبس، أنا وايد حريصة على اللبس. لبس البنات أقصد، لبس الكاركتر نفسه ولا اللبس بصورة عامة؟ لا لا، يعني لما يكون العمل معاصر يعني حديث، أوصي على اللبس، يعني لا بلايز قصيرة ولا ضيجة ولا، يعني اللبس يكون فيه احترام وفيه احتشام. حتى بعض الممثلات ما يرتاح، بس قلت لها أنا أقول لهم صراحة، أكون معهم صريحة، تشتغلين معاي تحرصين على لبسك، لأن اللي بيشوفك أسر وأطفال ومراهقين. صحيح. فلما أنت تلبسين هاللبس اللي يعني المغري، هذا كلش مو حلو، وخاصة واحيانا ما يناسب الشخصية ولا يناسب الحدث. أيوه. عرفتي؟ هذه بعض المحاذير اللي عندي. ومحاذيري ايضا الثانية ان اقروا النص. احرص عليهم ان اقروا النص. مرات تصير في جمل غير مقبولة لا تقولها وتمشي ان هذا خلاص هذا مكتوب، لا، تعال راجع المخرج، راجع الكاتب، دق على الكاتب، دق علي، نعدل. نقدر نعدل، انما تستسلم للي موجود مو صحيح. يعني الكاتب لابد أن يخطئ، هو إنسان ولابد أن يخطئ، ممكن يكتب جملة غلط، أنت لازم تفهمها. الجملة غلط من أي ناحية؟ يعني معناها ولا اللفظ؟ لفظها ومعناها. يعني في أول كنا بالأول، وهذا كان شيء جميل، أن احنا نقعد قراءة الطاولة وتعديل، يعني ناخذ مو أقل من 20 يوم، حق 30 حلقة مو أقل من 15-20 يوم. باليوم نقرأ حلقتين أو ثلاث. حلو. ويصير في تعديل. اللي يسمونها بروفة الطاولة، هذه نوعا ما اختفت. إيه؟ الحين ما حد عنده وقت حتى هو يقرأ النص في البيت، يقرأ بس هو شنو بيقول، شنو عنده، حتى ما يقرأ كامل القصة، ما يقرأ كامل، وأحيانا ما يعرف شنو يعني شنو الترابط ويا الآخرين، الرابط بينه وبين الآخرين، يمكن يقراها بالمسلسل بعد، يعني ما يقراها قبل. ولذلك تلقى في بعض المسلسلات دروب، لأن ماكو تناسق بين الممثلين، بين الممثلين أو الشخصيات. يعني أخت مع أختها، ما عارفة أن هذه أختها، ماكو توافق، ما قعدوا مع بعض وقالوا خل نقرأ مع بعض، خل نتقرب احنا كممثلات نتقرب ونفهم بعضنا ان احنا اخوات بالمسلسل. اكيد. فهذا اللي انا دائما اطلبه من الفنانات والفنانين. نعم. والحمد لله عندنا شباب، يعني مجموعه من الشباب لا فاهمين هالشغله، والشابات وفعلا حريصين عليها. انا استانست وايد من كثير ممثلين معاي بهالعمل، ان اي جاهز. أي جاهز بكله، حتى ملابسه. حلو. نجهز الملابس اللي تناسب الشخصية. والله هالسنة أنت توفقتي بالفريق. أي والله، أي والله، إن شاء الله دوم بإذن الله. إن شاء الله يا ربي. خلنا نتكلم شوي على شخصية كلثم. يعني لما سمعنا على المسلسل عن شخصية المرأة المسجونة، في ناس قارنت بين مع حصة قلم بين ثمن عمري، لأن يمكن قدمتي أم سوزان يعني شخصية مسجونة في السابق. شون هالعمل مختلف عنهم؟ هو موضوع السجن هذا المتشابه، موضوع إن هي الغلط في حصة، هي فاقدة الذاكرة. صحيح. أو زهايمر، يعني أيه. إنسانة تنسى شنو سوت قبل نص ساعة أو 10 دقائق، وهذا للأسف قاعد، يعني هذا المرض صايب الكثير من الناس، حتى الشباب وأطفال.
وهذه حقيقة يعني. فهذا الغلط أن قتلت حفيدتها من غير قصد، ما في يد تقتل حفيدتها يعني إلا بالخطأ. الموضوع كلثم، لا كلثم هذه قصة في واحدة من دول أمريكا أو دول أوروبا ما أدري، أو الموضوع كذي أن فعلا هذه حقيقة يعني. رجل أو امرأة، وظن أنه كان رجل، سجن أكثر من 30 سنة لخطأ هو ما ارتكبه، بس خلاص يعني هذا قدر راحت سنينة. ولما طلع عوضوه تعويض وايد عود، بس للأسف هو يعني ما كان متزوج، ما عنده عيال، ما عنده أحفاد، طلع مو عارف شلون يستمتع بهالفلوس. فالكتاب الكاتب ركبها على هالجانب أنه لا زوجة وعندها عيال ولأنها انسجنت، كان يصير في أحداث كثيرة ما بأشرحها. فتطلع من سجن مليونيرية وعندها فلوس. عاد والحين لازم تبذر على الأطفال اللي صاروا شباب الحين بعد هالعمر. طبعا كبار أكثر من 23 سنة. أتوقع إحنا شوقنا الناس وايد، إيش رأيك نشوف كواليس العمل من خلال كاميرا ليالي الكويت؟ نشوف ونرجع لكم. شفنا قبل شوي كواليس مسلسل أم سوزان قرت عينك، قاعد نشوف الشباب ما شاء الله اللي موجودين في العمل، كمية من الشباب منهم عبد العزيز النصار، أكيد تحياتنا له. يعني اشتغلتي مع حدود الشر كان جد، وهالعمل كوميدي. وهو اللي شهر ما كان جد، هم يقط قطات حدود الشر. لا معنا مجموعة كبيرة من الشباب، سعود بوشهري ما شاء الله، ومجموعة يعني الحين ما تحضرني أسماء إن شاء الله ما يزعلون. والفنانة الكبيرة أكيد سعاد علي. أكيد سعاد علي، شيماء علي، شيماء سليمان، ريم العبد الله السعودية، سعد بشير فنان سعودي بعد. يعني مجموعة حلوة من أربع بنات، هم اللي بناتك من المسلسل. وعزيز النصار شنو دوره؟ أشوفه كاشخ وايد باللقطة. البالطل طويل هذا. ما بيقول خليها مفاجأة أحسن. شلون التعامل مع يعني كواليس الشباب؟ قاعد نشوفهم هم ما شاء الله عليهم بالتواصل الاجتماعي ينشرون، كل واحده منهم تيج وتقول ايش تحبين منه اكثر. شيماء نكته، فهي تبي اقول ان انت وانا احرج. تي بثينه تسوي نفس الموضوع. وسعود بشيري اخر شيء. اصلح سعود بعد. ما يصدوني. إيه ما يقدرون. لا بس كواليسك وايد حلوة أم سوزان. صراحة ما لها علاقة سواء العمل كوميدي أو العمل تراجيدي، أنت كواليسك جميلة جدا. وهذا الكلام اللي أنا تكلمت عنه مساء، إن إحنا نشوف بعض أكثر من أهلنا. قاعدين في الاستوديو يعني بدل ما الواحد قاعد ويحاتي ويعصب ويصارخ، لا سووا ألفة. مخرج العمل منو؟ سعود بوعبيد. أول مرة تشتغلين معه؟ أول مرة، بس حبيب ومتفهم. حلو. وهادي و يعني يريحك. حلو. يريحك أبدا، حتى لما يكون يعني سريع البديهة، لما يحس أن ممثل شوية متضايق أو متوتر، على طول يقول لهم شوفوا لي المشهد آخر، المشهد اللي بعد، خلوا يرتاح شوي. حلو. لا وايد متفهم. والتأليف منه؟ علي شمس. علي الشمس، هذه ثاني مرة يمكن تشتغلين؟ لا ثالث مرة. ثالث مرة. أم هارون مارغريت هو وأخوه، وهذا بروحه. أي. على طاري هالأعمال يعني محمد شمس وعلي شمس الأخوان. على طاري هالأعمال، منو اللي اختار يعني في هالسنة لأم سوزان إني راح أقدم مثلا عمل كوميدي أو عمل فانتازي أو أروح إلى التراثي؟ والله شوف، أنا مخلي عملية الاختيار و تقريبا الانتاج كلها بيد يوسف الغيث، وهو انسان متفهم وعارف شنو يقدم السنه، وعارف منو يختار، وعارف منو شنو اللي مفروض يقدمه، شنو قدمنا العام وشنو المفروض نقدم السنه. فهو انا مامنه فيه واثقه فيه، معطيته كل الثقه والحمد لله هو قد الثقه. جميل جدا. الحين النجوم يعتمدون موضوع مدير اعمال، انت من عمر الدنيا وانت اعمالك قائمه فيها بذاتك، وما شاء الله يعني ما اعتقد ان في نجمه نجحت ان هي تقعد اكثر من نصف قرن وهي على القمه مثل حضرتك. واكيد القديره سعاد عبد الله حبيبه قلبي. شلون قادره توازنين؟ شلون عارفه السوق شنو يبي، الفن شنو يبي، والمتطلبات المطلوبه من كل مرحله عمريه تكونين فيها استاذة حياة؟ شوفي، إذا ألغيتي من بالك المادة والمنافسة الكريهة أن أنا لازم أتحدى ولازم أحطم اللي قدامي، هذه راح تنجحين أكيد. هذه أنا أبدا مو بقاموسي،
لا المادة أكيد ما راح أشتغل بلاش طبعًا. لكن ما يحط لا أنا إلا أخذ هالمبلغ وإلا أخذ كذا. أنا متساهلة مع السوق ومع ظروف العمل والاقتصاد في العالم كله بدأ ينزل يعني لازم الإنسان يتساهل وافتكر كلكم حاسين بهالشيء فالتعاون مطلوب زين في نفس الوقت عمري ما اشتغلت وأنا حاطة ببالي أني لازم أحطم فلانة أو فلان ولازم أكون أنا الأفضل لا أنا مسلمتها لله أنا أشتغل بنية سليمة أشتغل لأني أبي أشتغل وما أقدر أوقف أنا بصراحة لأن أنا إنسانة خلاص بهالعمر متعتي القعدة البيت مع العيال أكيد زين فلا أروح أسواق ولا عيد ميلاد ولا أعراس ولا غيره ولا غيره فمتعتي البيت بس أمل فمتعتي الثانية أني أعمل بدل أكيد. ما يعني أحس أني عاجزة القعدة في البيت تحسسك بالعجز وعدم القدرة لا أنا موجودة والحمد لله بعدي بس أنك تكونين نجمة شباك ترى صعبة حتى عالميا ما هي موجودة بكثرة أنك تظلين بعد كل هالعمر وما زلتي نجمة شباك هذه نعمة ايوه نعمة بالله نعمة جميلة وانا دائما اشكرها الله راضي عنك بصراحة اكيد احنا يعني بعد ما تكلمنا عن هذا المسلسل واللي نتمنى اكيد النجاح له في شهر رمضان خلينا نروح شوي حق الاعمال الاخيرة اللي قدمتيها وفي اعلان حقق يعني 40 مليون مشاهدة لأوتلت الرياض مع القديرة سعاد عبد الله نعم خلينا نتكلم عن هذا الاعلان الحوارات اللي فيه الفكرة شلون تمت هي الله يطول عمره ابو ناصر نقدم له التحية معالي تركي آل الشيخ هذه فكرته وهو اللي طلب منا ان احنا نقدم في الاوتلت فكره اللي هي من ارجايو سبيتش واختارني انا وطلال واختار بشير لانه قريب من لون المرحوم رحمه الله عليه فهو الفكره مالته يعني الله يعطيه العافيه وفعلا ضربت وماخوذه بعد يعني مقطع الفرير والنظارات هذا كله صنع تدريب هناك في المكان بالاوتلت صنعه نعم بسرعة يعني خلال يومين أيه. تقريبا نفس الشيء نفس الشيء بالضبط وانتم ما فقدتوا حتى يعني الخيط اللي يجمع الشخصيات ما راح منكم موجود هذه نعمه من الله الحمد لله شنو شعوركم سوزان انتم تقدمون هالكاركترات مره ثانيه بعد هالثلاثين سنه واكثر اكيد شعور سعيد شعور فرحه استعاده لذكريات جميله لعمل يعني بعض الاعمال تكون خالده يعني مثل خالتي قماشه على الدنيا السلام اللي هي محظوظة مبروكة نعم. رقية وسبيتشة درب الزلق نعم. فأعمال خالد يعني حتى في مسرحيات يعني مسرحيات في بني صامت في سيف العرب في حرم سعادة الوزير نعم. هذه أعمال أنا أعتبرها خالد أي. كل ما تشوفينها تحسين أن توك تشوفها لازم نبتسم أصلا بس تذكرين اسمها مجرد عناوين الأعمال هذه إحنا نبتسم طبعا اي بس انت يعني ام سوزان حضرتك عندك اكثر من تصريح انك مع يعني ضد اعاده هالمسلسلات كمسلسل كامل اعاده نفس الكاركتر بنفس هذا المسلسل هذا ما عندنا مسلسل احنا عندنا جزئيه صغيره نعم. وطالبه وانا يعني قريت وايد ان طالبه ولو اربع حلقات يا ابو ناصر سوي لنا لو اربع حلقات احنا راضين فيها وهو مشكور طبعا كلف الشيخ وليد الابراهيم انه يكون في عمل قادم لنا انا وسعاد مثل ما عاد لنا مثل ما عاد لنا النجمين الكبيرين الكبيرين الكبار القصبي والسلحان واحنا فرحنا بعودتهم اكيد ان شاء الله يا رب الله يوفق بس المسلسل القادم راح يكون قصه يعني مختلفه ما لها علاقه باعمالكم السابقه لا 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 بس كوميدي يعني المطلوب انه شيء غريب شيء جديد وفي جانب كوميدي وبإذن الله راح يصير إن شاء الله يعني إحنا طبعا أكيد ما نسينا بس كنا ناطرين الوقت المناسب عشان نبارك لكم بجائزة الجوي أوردز وبصراحة لما كان معالي المستشار قاعد يقول يعني خاطرنا ترجعون مع بعض لكن يكون كوميدي أنا صراحة من وراء الشاشة قاعد أقول لا يسلم فمك لأن فعلا إحنا مشتاقين لكم بالكوميدي أي والله يعني بس الدنيا صعبة علينا يوم سوزان نبي نضحك إن شاء الله يا رب والله قاعدين يعني أستاذة هبة حمادة كلفت وعرضت علينا فكرة حلو إذا الله رد وتمت هالفكرة وأوكي عند كل اتفق عليها إن شاء الله نطلع فيها بإذن الله يا رب العالمين
ايضا ام سوزان يعني الحفل والجائزه قبلها كان في اعلان قدمتوه فكرته هم حلوه وانتم تستلمون الدعوه لهذا المهرجان. اي هم فكره معالي تركي آل الشيخ المستشار هم فكرته هذه افكاره جميله. أيه. ليته يكتب والله العظيم ترى اعتقد انه كتب مسلسلات بس مصريه فاحنا ناطرينه بالخليجي عاد خليجي احنا ناطرينه بالخليجي لان افكار حلوه وحتى موضوع وجودنا داخل وخروجنا بالاخر يعني بعد ما ينتهي هذا السكتش الصغير هم كانت مفاجاه للناس يعني هم فكروا سكتش واحنا مو موجودين صح عرفت فكان جميل جدا حلوه كانت وايد والله القاعه كانت منوره بوجودكم صراحه الحمد لله ووجود كل النجوم الكويتيين اللي كانوا مشاركين بهالحفل الكبير والجائزه مثل ما قال المستشار هي تفتخر فيكم وسوزان اكيد بوجودكم احنا يمكن على طار الكوميديا واحده من الفنانات الشابات هالسنه اللي راح نشوفها بشكل كوميدي تقدمينها من خلال مسلسل قرعت عينك هي الفنانه شيماء علي اللي بتكون معانا من خلال هذا الاتصال مساء الخير شيماء مساء النور يا هلا ويا مرحبا يا هلا مرحبا فيكم من اللي اكثر تحب ام سوزان انت ولا بثينة تحب الحين على الهواء هذه فرصتي يا ويل هذا ما تجاوبها ولا واحدة ما تقدر ادري قبل يقول شيماء 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 ما تقدر تقول شفت اللي واثق هذا هو الواثق شيماء مساك الله بالخير حبيبتي وصراحه يعني حضورك جميل جدا بالمسلسل بس عاد يا ريت تعطينا شويه نبذه عن شخصيتك شخصيه فاطمه شخصيه فاطمه عمبي راح يعني انا واثقه انها راح توصل رساله الامهات اللي يعانون زي حالاتي زي حالاتي بالواقع بالواقع انا ما مثلت بهالمسلسل اي انت سويتي الشخصيه اللي تعانين منها سويتها بشكل جميل اكيد قدمتي هالشخصيه الجميله وكواليس المسلسل قاعد تنقلين يعني تنقلينها شيماء من خلال وجودك مع ام سوزان والمقطع اللي تشوف تدور هي من لابس اصفر فيه شوفوا خل اقول لكم شيء والله والله الحين يعني هالحكي والله الله يشهد علينا من القلب الى القلب صحيح. انا لما اشتغل مع ام سوزان يا اخي احس غير خلاص انا وضعي يعني انا ما اشوف نفسي كوميديانة ابدا ابدا يعني انا احس انه لما يقولوا لي الله شيء ما انت كوميدي اقول انتم صدقكم احس اني في تجال الطينه بس مع سوزان غير الوضع ما ادري اصير شيء ثاني يعني بعد عمري والله انا ارتاح وياك بعد عمري جميله والله نورين فعلا اي لوكيشن تكونين فيه بعد عمري فأنا على كثر ما كنت مجهدة هالمرة يعني أنا توني والدة وأنا حامل قلت يلا خل أوقع وإن شاء الله للولادة يصير خير فلما صارت الصجية قلت ما شلون ما أقدر ما أقدر كنت فعلا تعبانة بس ما أقدر أقول يعني ما أقدر أقول عمل في أم سوزان أقول لا يعني الله يشهد إيش كثر أنا تعبت في هذا العمل يعني جسديا قلة نوم بس أكيد. إن كنت أستمتع من يقولون أكشن أنا واحدة ثانية خلاص أنت كل وغير المتعة شيماء يعني أنت قاعدة تتعلمين أنت هذا كورس بروحه مع أم سوزان يعني هذه أستاذك الكل يتعلم منها طبعا أنا من الفنانات المحظوظات إن يمكن المحسودات بعد أكثر يعني أكثر أعمال المسوزان قاعد أشتغل فيها فأنا وايد محظوظة الحمد لله يا ربي يعني الله يتمم عليك إن شاء الله إن شاء الله يا رب وعلى فكرة يعني حتى بالواقع ما تقطعني يعني هي معاي بشغل مو معاي شيء ما تقطعني أيه. على طول مع التواصل الإنساني مهم جدا معزة أم سوزان مو معزة فنانة وكذي والله أمي أمي يعني أنا ما سواء معاها بعمل مو معاها لا يعني خلاص لازم أكون متواصلة معاها بس والله أنا حاسة إن بنشوفك بشكل جديد شيماء لا ان شاء الله ان شاء الله اي ان شاء الله فمبين من المقاطع اللي قاعد تنتشر الحين مكسره الدنيا قاعد يركبون عليها اصوات واغاني عاد شيماء توني اقول حق ام سوزان عبالي متفقين يعني مفبركين سيناريو كذي بسيط لان صدق وهي تدور منو لابس اصفر كان الشكل انا داشه مفاجاه داشه ولا تقضبني على طول حركت ايش فيك رفعت السناب على طول كان اتفاق بينك وبين بثينة ولا طلعت كذي بلحظتها؟ أنا كنت أبحرهم كلهم بس ما عطتني مرادي
اكيد كل الشكر لك، ان شاء الله يوفقك ان شاء الله يا شيماء في هذا العمل، ونشوفه على شاشه تلفزيون الكويت برمضان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يا رب العمل يفوز على رضاكم ويعجبكم. وتعبنا وايد في هذا العمل، يعني اجتهدنا والله، يعني كلنا من غير استثناء، فان شاء الله يا رب نكون قدمنا شيء مناسب يوصل بحب حق الجمهور. اكيد ان شاء الله، الله لا يضيع تعبكم ان شاء الله، وفعلا نشوفكم كلكم بشكل جديد. يعني اذا حضرتك اصلا طالعه بشكل جديد، فاكيد باجي الفنانين كلهم طالعين نيو لوك ان شاء الله يا رب. ما قبل يعني نترك موضوع قرة عينك، خلنا نتكلم شويه عن دور الفنانه الكبيره سعاد علي. شو تقولين عنها سعاد؟ يعني تريح النفس، هادية جميلة، ولها أسلوب بالكوميديا، مطة الكلام عندها، بقة عيونها، حركاتها، أستمتع معها. فهي دورها سجانة، هي اللي دارتني وحفظها وحافظت علي بالسجن، وهي اللي وقفت وياي، وهي اللي عوضتني عن السنوات وعن يعني عدم الإهمال، عوضتني عن أشياء وايد واحتوتني حتى بعد السجن. فما بأحرق، بس دورها وايد جميل. وجوهر اللي هو عبد العزيز النصار هو ولدها. تعالي شوفي حيكون في جرعة كوميديا إن شاء الله حلوة. نتمنى التوفيق حق كل أبطال هذا العمل. وإحنا أيضا سوزان عندنا هذه الكلمات من زملائك الفنانين، راح نشوفها ونرجع تواصل معاكم في ليالي الكويت. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. يمكن في الكواليس أم سوزان كنا نتكلم أنا وأنت عن إعجابي فيك كمنتجة، أنت ذكية جدا في الإنتاج، تعرفين متى ترفعين متى تنزلين، نفس البورصة عارفة. الفن فعلا محتاج عقلية لازم يكون تجارية لازم. تكون يعني قادرة على أنها تكون مرنة. بس اللي عرفته منك ان لك اعمال تجاريه ثانيه، اخرهم فتحتي مطعم. شوف مسألة دراسة السوق هذه أنا من زمان كنت بعتمد على نفسي فيها. إيه ما شاء الله. والسنة قدمت كذي، بعدها أقدم كذي. بس أنا يعني الحمد لله على نياتكم ترزقون مثل ما يقولون. صح. فالله رزقني بولد أسميه ولد. إيه. يوسف صار له معي من كم سنة. شال عني هالحمل كله وريحني، وما شاء الله عليه يعني إنسان مبروك. أي. وين ما يحط ايده حلو توفق خضره، الحمد لله رب العالمين. لانه هو داخل نظيف ويشتغل بصدق، ولا حاط بباله اي امور ماديه. ثاني شيء هو يحبني مثل امه، ويداريني ويخاف على زعلي وعلى ضيقه خلقي، يقول لي انت بس ارتاحي وانا افكر. وهذا اللي قاعد يصير فعلا. فهو بسم الله عليه يعني ما شاء الله عليه، هو اللي فكر لي في المطعم، هو اللي فكر لي في موضوع العقار، دخلني بسوق دبي بالعقار، وأنا بالكويت حبيت الشغلة فقمت أشتغل فيها بالكويت بعد. يعني بس مو توسع وايد يعني أعمل. لا مو توسع يعني على خفيف. على خفيف بس الحمد لله يعني. بس احنا اللي نعرف ان انت اصلا طباخه ماهره. ايوه ما ادري المنيو اعدادك يعني حق المطعم ولا شو؟ لا لا والله لا، هو المطعم ايه مالي، بس استثمره انسان عزيز على قلبي بعد، وانسان ما شاء الله عليه يعني مسقوف العراقي. يعني اجمل الاكلات. ايه. ومعروف في دبي، فما شاء الله عليه ناجح نجاح استثمار، خذ استثمار. انا كنت بفتحه بالكويت نبي طباخك. ان شاء الله المطعم الجاي له يكون ان شاء الله. والله ودي اسوي مطعم بالكويت، بس المشكله الكويت كلها مطاعم. اي ما شاء الله كل مكان. بس مطعم سوزان بعد غير يكون مختلف. ان شاء الله. يعني على طاري التجاره، يمكن كنا نتابع قبل ايام الجرايد يعني يحطون اخبار ان سوزان عندها صالون، عندها كافيه، عندها مشاريع. دخلت انا مغامره على فكره. إيه؟ انا مغامره وايد. يعني اول ما طلعت الكمبيوترات بالكويت اول سنه رحت سويت كافيه بواحد مجمعات بالسالميه، وللاسف خدعت وانغدر فيني فيه، وصرفت عليه ما يقل عن 200,000 دينار، لكن عوضي على الله سبحانه وتعالى. وسويته من اجمل الكافيهات. سويت اكواخ من القش، الانترنت كافيه والانترنت، وكل واحد خصوصيه.
وسويت مثل كاونتر حق المشروبات الشاي القهوة حلو. وسويته على شكل باخرة حلو. باخرة وحبال أي. فكانت فكرة كلش جميلة وجديدة الشباب ذبح عليه لكن الطمع ضر ما نفع مو أنا اللي طمعت للأسف أشخاص أشخاص لهم صلة في المكان وطمعوا وغدروا فيني واخدعوني وضروني بس الله عوضني سبحانه الحمد لله وفتحت صالون بعد التحرير صحيح. وهم بعد ما عندي وقت أجابله وبناتي كانوا صغار ما لهم خلق وهم بعد قعد سنة بس اللي استفادوا العاملات والحين شنو السوق الشبيلة ناخذ نصيحة على التجارية مو فنية ايش رايك لا الحين مثل ما قلت لك يعني انا حتى انصح بعض الشباب ان لا تغامرون وتدخلون مسألة الاكل لان الكثير قاعد يشكي من الخسائر لان الكل صار ما عندنا مهنة بالكويت غير الاكل الناس نفس الشيء يعني وين ملا وين بيطلعون يروحون ياكلون لكن في اماكن محدده فكثير من الكافيهات او التراك اللي يسمونه التراك خسروا في شباب حرام خسروا وعليهم ديون فلازم يهدون شويه يهدون الحين والشباب وغيايل صاروا وايد ينافسون بهالموضوع الطبخ اي على فكره هو يعني معروف عن طبخ الريال وايد احلى من طبخ المراه صح انا ودي اسوي مسابقه بين حريم وريايل بشوف من يفوز الله اتحدى ايش رايك نسوي برنامج تلفزيون الواقع يوم طباخين وانت رئيسه لا مو تحط تسوون اطباق ما تقولون منو هذا مال منو اي والكل يتذوق ويقول منو الفائز انا راح افوز بالمموشة اكيد ما يعلى عليك يعني سوزان لما الفنان يتجه الى يعني التجاره هل هو خوف من الفن او مثل ما نسمع دائما ان الفن يعني ما يوكل خبز ولا يعني تامين لا ولا حب لا. مغامره يكون لا 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 شوف انا اغامر ايه؟ انا مو مساله ان الفن ما يوكل خبز الحمد لله يعني الفن ماشي وانا ما دامي ماشيه سيده وعارفه شغلي ومتمكنه ان شاء الله ما راح اخسر عرفت لكن انا احب ما احب اقعد يعني قلت لك سويت صالون سويت كافيه سويت مطعم الحمد لله وماشي متوفقة فيه عندي عقارات عندي أراضي أشتغل بالأراضي عندي أبيع وأشتري أشتري وأبيع عرفت لي حصلت ربح وما أطمع بالربح لو قليل أبيع على طول إنزين هو مسألة خوف لكن مسألة إن أنا كحياة الفهد ما أقدر أقعد ساكتة هادية يعني مثلا شوف حتى على مستوى الفن ألفت مسلسلات كتبت مسلسلات إذاعة سويت مسرحية سويت مسلسلات تلفزيونية كتبت شعر ولو أن يسمونه ديوان أنا ما أعترف أنه مو ديوان كتبت زهريات كتبت خواطر ما أعرف أقعد وكان عندي أحلى مكتبة للأسف مكتبة تلقى فيها جميع الكتب ليش للأسف؟ راحت بالغزو لما طلعت من بيتي تلقيت البيت فاضي كلش منوخذ منه للاسف أيه. وعلى طاري يعني بيتك ام سوزان سمعنا بتخصصين جزء من بيتك تسوينا متحف ما ادري هالمعلومه صدق ولا لا هذا والله اقتراح البنات أيه. بسم الله عليهم قالوا بالنسبه للجوائز والشهادات وصورك يبي لك جزء من البيت تسوينه متحف خاص فيني يعني ببيتي أيه. مو انه مفتوح للناس لكن ممكن اللي يحب يصور ما عندي مانع بس هذا الحين انا قاعده ارمم وقاعده اجهز المتحف ان شاء الله وهذه على فكره مفروض كل فنان الله يرحمه ابو صلاح غانم الصالح وابو عدنان الله يرحمهم كل واحد مسوي يعني ابو عدنان كان مسوي في مركز الفنون وافتكر الحين بشار مواصل على هالقضيه وكان ابو صلاح لما كم مره ازورهم في البيت مسوي له ركن حقه عرفتي في جوائزه شهاداته وهذا شيء جميل حتى حق عياله واحفاده اكيد حق المستقبل هذا تاريخ أي فترة من فترات تاريخ حياة الفهد هي الأفضل والأعز والأقرب لقلبك لا هو كل الفترات اللي ما دام عشتها فكلها الحمد لله يعني اللي تحسينها قريبة لقلبي فعلا العصر الذهبي لأم سوزان يعني العصر الذهبي دائما يكون مع الأم ولما تروح الأم ينكسر شيء وايد حبيبي يعني الإنسان يخسر مو بس ناس يخسر شيء بحياته داخل طبعا ومهما كبر ومهما وصل عمره للأمية يظل يقول يما تلقين يعني مرات ناس مخرفين
كبار بالسن خلص خرف بس ينادي أمه. ففترة وجودك مع الأم هذه أهم شيء، واللي عنده أم أنا أقول حافظ عليها. حافظ عليها الله يحفظ أمهات الجميع. لأن حالات المنزل في كبير سن كان أم أو أبو وطفل، هذه المتعة، هني تحسين أنك عايشة بجنة. لذلك أنا بيتي ما يخلى الحمد لله، وإن شاء الله ما يخلى من أحفادي كلهم، عسى بيت عامر ودائما في صغار عندي. الله يحفظ الله يخليهم يا أحفاد. الدلوعين مدلعتهم ولا جدة؟ لا أنا بالجد جد بالدلع دلع. بس يقولوا لي أنت دائما يعني تدلع أكثر تخرب اليهال. تخرب أكيد. نعم إحنا بالفن الكويتي عندنا أم أيضا اللي هي الفنانة الكبيرة حياة الفهد، حضرتك أم للفن، وعندنا أيضا أب لهذا الفن هو الفنان القدير والكبير سعد الفرج اللي هو موجود معانا من خلال هذا الاتصال. مساك الله بالخير عمي أبو بدر، حياك الله. هلا هلا يبا، هلا كيف الحال؟ يا هلا فيك. خير سوزان. الله يسلمك. سوزان شلونك؟ حبيب قلبي. هلا ابو بدر، كيف حالك؟ هدي بالك على صحتك يا عمري. انت يا عمري يا ابو بدر يحفظك ربي. اقول ام سوزان تفضل. الو وياك. تفضل. لحين تحبين رؤوس الربيان؟ تبي الوصفة؟ لا وصفة بعد. أموت عليه. لا قعدنا كل حسن الطباخ. حبيبتي يا حبيبتي. الله يحفظك. شوف على نفسك. أحلى أيام كانت. نورت الشاشة، نورت الشاشة. ليلى. الأيام الحلوة بعد قضيناها في توقيت مكة، كانت أيام جميلة. أي والله في جدة. أي والله. لا وفي مكة في الصحن، في صحن الكعبة. الله. أي والله. صحن الكعبة. سولف لنا شوية عن توقيت مكة أبو بدر، مساك الله بالخير. والله الله بالخير، كيفكم؟ أنتم دائما تجيبون الناس الحلوة في برنامجكم. والله احنا نتشرف دائما بهالاسماء الكبيره. بعد عمري المشهد الاخير. الله يبارك فيكم. المشهد الاخير في توقيت مكه. انا انهرت. انا انهرت لما بكى ابو بدر. حبيبتي بكينا بكي انا وياه مو طبيعي، لانه هو مو يعني مو عارفني. زهايمر حايشه. وكان مشهد متعب. كان مشهد على البحر. ها اي والله على البحر. وصلنا البيت لو بعد لازم تشوفونا. بعد شويه وارتعد. بعد شويه لو قايلين لا قايلين عشان جهزنا شويه منه. نجهز نجهز. يمدينا يمدينا حبيبي. والله ابو بدر السؤال لو سمحت، يعني انت دائما بكل اتصالاتك ومداخلاتك مع ام سوزان اشوفك دائما تحرصها على صحتها، انت شايفها مهمله بنفسها، يعني تحس ان الشغل ياخذها اكثر، ممكن هي تهمل صحتها اكثر. إيه وايد تهتم باللي حواليها اكثر من اللازم. اي حبيبي اكثر من اللازم على 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 حساب صحتها. لا ديري بالك ابوي، ديري بالك. عندنا حياه الفهد واحده، احنا حياه الفهد واحده يا عمري. الله يحفظك. وسعد الفرج واحد. اي والله الله يبارك فيك. الله يحفظك. نبي نجمعكم ان شاء الله في عمل ان شاء الله قريب بعد هالعمل. ان شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق بالتوفيق ابوي. شكرا جزيلا لك يا ابو بدر. شكرا جزيلا. عمرك طويل يا رب. هالأخوة هذه كل هالعمر هذا، يعني شلون كذي؟ شلون قدرتوا إن إحنا نسمع الحين على الوسط الفني ما يمديهم حتى يتممون 10 سنين من صداقتهم؟ إذا تموا سنتين. ما شاء الله. لا الحمد لله رب العالمين. إحنا بدأنا صغار وبدت المحبة والأخوة والترابط من الصغر. كلنا بدينا صغار ترى. واستمرينا، ولأن كنا ما كنا بهالكم الكبير فكان تواجدنا وايد مع بعض. أي. والتقائنا وايد مع بعض، مثل ما قلت لك يعني أكثر من تواجدنا في بيوتنا، خاصة لما يكون عندنا مسرح. وبالأول يعني بالثمانينات والسبعينات، يمكن بالثمانينات قل أو بالسبعينات بالذات، لين نص الثمانينات كانت الوفاة تقريبا بالمسرح 3 شهور. أي. 3 شهور تخيلي. لازم حافظينا حفظ. لازم يعني متروحين من الأربع ما تطلعين إلا 4 الصبح. ما
واحنا موظفين تروحين مرات ما ننام، نروح مجرد نغسل ويوهنا نحاول نصحى نصحصح ونروح الدوام ونرجع يلا ناكل لنا لقمه ويلا مثلا عندنا اذاعه ولا عندنا شيء، كنا مجتهدين وشباب وبعدنا في نشاطنا. عرفت شلون؟ فكان هذا التواجد هو اللي سوى خلق هالمحبه، خلق هالتعاون، وبعدين واحدنا ينصح الثاني ما يبخل على الثاني بنصيحه، ولا مثلا يقول يعني ما يقول سعد انا لازم اضرب عبد الحسين، لازم اضرب غانم، لا لا ما عندهم، عندهم تعاون ومحبه فظيعه. فالحمد لله شوف ايش كثر استمرت المحبه وهالتآلف وهالأخوة، دليل الصدق. ما في تنافس خبيث ولا في أهداف مادية ولا في عداوات بيننا أبدا، حتى عائلاتنا متعارفة ببعض أكيد. ومرات يمكن يعني قاعدين نشوف الحين من الجيل الحالي والشباب للأسف في منافسة أو ظاهرة غريبة تصير مثلا في مقدمات الأعمال، يعني هذا الشيء ما كان موجود بجيلكم، يحط اسمه قبل اسم نجم مثلا بالساحة الفنية، يعني إذا على الأقل احترم الأقدمية، احترم كبر السن والأقدمية المفروض، يعني حتى لو أنت صرت نجم شباك ما يمنع، بس ما تحذفه. يعني أنا للأسف شفت بعض القدامى أو بعض الرواد اللي ما لهم دور كبير بالفن لكن اسمهم يعني لهم مكانة، اسمه 15 ولا مقطوط محذوف بالآخر، يعني مفروض هذه تكون من التقدير من المنتج، من الكاتب، من المختصين بالعمل، حتى من الفنانين اللي هم الأدوار الرئيسية، يعني حطوا مثلا بروحه حطوا ضيف شرف ظهور خاص حق الفنان الفلاني، عطيته قيمته ولا أنك تحذفه بالآخر معه. بس أم سوزان إحنا ليش هذا موضوع عندنا يشغل بال الناس؟ يعني إحنا ما نشوفه هذا موجود عند الأجانب، هناك على الترتيب الأحرف عاد أنت النجم أنت مو النجم، حرفك وين ينحط اسمك؟ لا حكى بالأجانب دائما يحطون لما يصير واحد قديم وخلص قلت يعني قلت أعماله أو كبر سنه يحطون له ظهور خاص. ظهور خاص ظهور خاص هذا تقدير حقه، ما يابو إلا له قيمته. عرفتي؟ نعم. ما أدري، والعرب حساسين من هالناحية وايد. يعني أنا شفت حتى يعني إحنا دائما نتابع المسلسلات المصرية فاخترعوا لهم طريقة جميلة، يعني إنه يحطون كل الناس في الأول وبعدين الأقدم يقولون كل هؤلاء برفقة الفنان فلان الفلاني، يعني يعني يرفعون من قدره شوية نوعا ما. يعني أفكر بشيء بس إنه يحفظ ما الوجه لهذا الفنان اللي قضى عمره بالفن. أكيد. ويعني أنتم كجيل يعني قضيتوا عمركم بالمسرح هم يعني مع التلفزيون، خلينا نتكلم شوي عن المسرح. احنا يعني سالناك وايد ام سوزان عن المسرح والعوده، لكن شفت لك تصريح في احدى اللقاءات بان في عمل ممكن يجمعك مع الفنان حسن البلام اذا هو كتب او يعني سعى بهذا الموضوع. والله شوف انا احب المسرح، اموت على المسرح زين، وفعلا ودي انه يكون في عمل، بس ما يكون عمل لأن العمل المسرح متعب ما تحمل أنا. يعني خاصة الحين المنتج يقول لك ما يربح. لازم يكون في أكثر من عرض باليوم. على الأقل ثلاث عروض. ثلاث عروض متعبة بالنسبة للفنان. شباب أكيد يقدرون زين، لكن إحنا بحكم العمر بحكم المسؤوليات اللي عندنا تطلع من البيت 60,000 تليفونية. صح والله. فلازم يكون مثلا أنا إذا حاب أعرض شيء خاص للجمهور ولعشاق المسرح فعلا يعرفون أن حياة أو فلان أو سعد أو مجموعة من الرواد إذا بيسووا مسرحية أكيد بيكون اختيارهم صح علشان الجمهور. نعم. مو علشانهم أهما. علشان الجمهور، وأنا واثقة أن الجمهور بي. صح أكيد. أي. أكيد. فهذه يعني إذا حصل ممكن إحنا نعرض وراح أكيد راح تعوض حضور الجمهور بهذه الأيام المعدودة، راح تعوضه كثير عن كل الأيام اللي صح ممكن يطمع فيها. صح صح. فهي ممكن يكون مثلا عرض باليوم إنزين، وسفرات لدول الخليج، كل دولة ثلاثة أيام كافي، تروالي وثلاث عروض بالكويت بس كافي. يعني ممكن يكون يوم وتارك كل اسبوع عرض ماذا يعني بشيء مثلاً يكون مريح. مثلا خلينا نقول مثلا مناسبه عيد. أي. ثلاثة ايام العيد مثلا. أي. عيد الفطر، عيد الضحيه ثلاثة ايام في دوله. موسم مثلا احتفالات فبراير. أي. مثلا ثلاث عروض. المسرحيه هذه على السنه
تقدر تستفيد انها منها كمنتج صحيح. بس ما ترهق اللي معك. نعم نعم يعني هذه خطة تجارية. بقول لك هذا التفكير التجاري السليم صح. يعني الفن والتجارة لما يجتمعون تكون حياة الفهد. طيب أم سوزان، موضوع الخماسيات ومثلا ثلاث حلقات وموجودة في مثلا منصات جميل. منتشرة، إيش رأيك بهالموضوع هذا؟ وإيش كثر ممكن أنت تكونين مقبلة على التعاون؟ يا ريت، أنا أتمنى، لأن مرات يكون عندك مثلا يعني خل نأخذ مثال توقيت مكة. زين، هذا لو بسوينا مسلسل ما يتحمل. أي أبدا ما يتحمل. فاختصاره في كم حلقة وايد جميل. أخذت الزبدة أنت وعطيت الموضوع أهميته صح، اهتمامك كله فيه. فإحنا نقول أحيانا بعض المواضيع جميلة جدا لكن ما تتحمل أكثر من 3 أو 4 حلقات. ما تتحمل أكثر من 7 حلقات. أي. أول كان للأسف في تلفزيون الكويت كان هذا موجود. ترى الحين رجعوا الشباب كان زين. مرة ثانية أنا عملت ثلاثيات وعملت كم حلقة وللأسف اللي خذوهم بالغزو. أي. وبعدين رديناهم، كان الله يرحمه خليل مسوي VHS هذا الشريط العود، مسوي نسخة حقنا يعني. ولما بغينا نعرضها أو يمكن موجودة بتلفزيون الكويت عرضناها، حاول ينظفها بقد ما يقدر لأنه مو مثل الماستر طبعا عرفتي، فحاول أنه ينظفها بأي شكل وانعرضت فعلا 5 سهرات. كانت حلوة، كل سهرة تتكلم عن شيء. أي. فهذه حلوة وخفيفة، خفيفة التكلفة وخفيفة حتى على انك حتى المنتج لو بيسافر بياخذ ممثلين يكون قلة مجموعة لأنه سهرات. اكيد عرفنا رايك بهذا الموضوع ام سوزان، وفي موضوع ودي اعرف رايك فيه اللي هو إعادة الأعمال القديمة. يعني اليوم قاعد نشوف في شباب قاعد يعيدون مسرحيات قديمة كانت لرواد او مسلسلات، بس قاعدين مثل العزوب السالمية وغيره، وقاعدين يعني يقابلونهم الجمهور بنقد كبير بعدم قبول لهذه الأعمال. حضرتك شو رايك فيها؟ أنا والله ما شفت ولا أدري عن هالموضوع، لكن أنا ضد، يعني أنا حتى ضد الجزء الثاني من العمل. يعني أنك تسوي عمل وتسوي له جزء ثاني بعد 2 أو 3 سنين وهذا صارت معي وفشل. زين، أنت إذا مجهز فعلا عمل من جزئين لازم يكونون الجزئين جاهزين يلا تبتدي، علشان هذا يدخل بموسم وهذا يدخل وراه على طول. إنما أعيد مسرحيات رواد وكان لها جمهورها، يعني أنا مثلا عرض علي أني أكتب الحدبة لأن الله يرحمه الكاتب توفى. نعم. والقصة أصلا عالمية. زين، عرضوا علي أني أعيد كتابة الحدبة، قلت لهم ما يصير. ما راح تكون بنفس الطعم ولا بنفس اللهفة ولا بنفس الجمالية اللي كانت فيها. صح كان تصوير بدائي وكان كاهو بسم الله. الشباب معاك. اي والله طالع الماء، هذا شلون اعيده؟ هذا ما ينعاد. لا يمكن ينعاد. بس لو تعيدين صياغته من جديد تحسين ما راح ياخذ نفس الزهو اللي اخذها بالبدايه. صح، الحين حتى الحين انا سمعت ان لقوا الحلقات كامله. اي يا ليت تنعاد. اكيد. شوف احنا عندنا قناه الجرين، هذه حبيبة كبار العمر. كل اللي يتمنى حق زمن الطيبين يحطون قناة المتقاعدين. لا فعلا يعني صراحة فيها كنوز كنوز. أيوة يعني والله. أشياء أيوة يمكن والله. حتى إحنا ما شفناها الحين نشوفها لأول مرة، فشيء جميل إعادة طبعاً إحياء هذا التراث. إحياء مو تقليدة هذا. يعني أنا مع إحياء مو تقليدة، إعادة مو إعادة. أنا يمكن تصير الإعادة بالمهرجانات تخليدا للرواد والأعمال الجميلة صح. كمهرجان أخذ جزئية من مسرحية مثلا كانت ضاربة. أي. من مثلا بني صامت، من سيف العرب، من جزئية بسيطة وأسويها مثل ما سوينا إحنا أوتلت من رقية وسبيتشة بالسعودية. هذه بس تخليدا لهذا، بس مو عيد المسرحية كلها. أي. مع شخص آخر لا ما يصير. وعلى طاري التقليد، يعني أم سوزان حضرتك شلون تحبين توثقين مسيرتك الفنية؟ يعني هل تفضلينها يكون بمسلسل، في كتاب، رواية، أو فيلم روائي مثلا؟ أنا عرض علي من شركة مرة من زمان هذا الكلام، إن أسوي حياة، يعني يكتبون قصة حياتي، قصة حياتي كتاب ونزلون السوق. رفضت
لسبب ان اول شيء لكل انسان خصوصياته ما تقدرين تحجينها بالكتاب. ايش تبي تتكلمين عن الجانب الفني بس؟ الجانب الفني موجود موجود بالسوق. فلازم يا اما اكون صريحه مثل الغرب لما يتكلمون بكل شيء. صح. هني تقدرين تقولين هاي ذكريات كتاب عن حياه الفنان الفلاني. لكن انا لما بوثق هذا كله موثق وموجود. فانا مره سنه من السنين بعد طلبوا مني كنا والله تلفزيون الكويت اظنيت وزاره الاعلام كانوا شركه كانت بتنتج مسلسل عوض دوخي الله يرحمه. يبون يسوون قصه حياه عوض دوخي. نعم. فقالوا لي سوزان ليش ما تكتبينه؟ يبون يكلفوني بكتابته. قلت اول شيء انا ما اقدر اكتب قصه استاذ عوض دوخي الله يرحمه لان ما راح اقدر ادخل بتفاصيل بحياته. يعني حياته اكيد اهله وعياله واسرته ما يرضون يدخلوا بتفاصيل. عاده يكون بالتعاون مع فرد من افراد الاسره. ما يرضون. انا متاكده انه ما يرضون. فبطلع بس الجانب اني اظهره انه يغني على المسرح او يسجل بالاذاعه ما في تفاصيل. فما راح يكون يعني وسوينا كنا مسلسل عبد الله في الظلام مو انا ما ادري منو سواه وقفوه وقف بنص العرض. وقفوا لأن الأسرة اعترضت لأن الغلط أنه ما أخذ موافقة الأسرة. نعم. البداية. طيب وينك من الكتابة؟ ما يعني كنت أقدر أكتب. إيه ليش؟ إحنا تأثرت أكثر من كسر وما قمت أقدر أكتب للأسف. ما تحبين تقولين القصة مثلا لأحد يكتبها؟ لا. أو شيء؟ حتى على اللابتوب أنا ممكن أستعمل اللابتوب عادي أتحرك إيدي بس قلم ما أقدر. أنا طبيعتي لما أقدر لما أقعد أكتب مثلا 10 صفحات أحدهم أسبوع مثلا أكون مشغولة أرجع أسبوع بعد أسبوع أقرأ ما يعجبني أشق 4 صفحات أرجع أكتب 4 صفحات ثانية. لو بستعين بحد هل من أحد فاضي جابلني؟ إي لازم يكون فاضي حق أم سوزان عندها قصة. لا. أنا أفضى لك أكتب لك حبيبتي الله يحفظك. بس نشوف دائما تروحين على أماكن ما راح لها كاتب آخر فما نبي نفقدك من هالجانب هذا بالذات. أنا في زميل لي قال لي عن طريق جمال الله وقدم له التحية قال لي بدل ما نخسرك ككاتبة في الحين بالتليفون تقولين وهو يكتب. عرفت. فالحين الفترة هذه ما كان عندي وقت ما كان عندي فضاء أبسويها وأنا كل كتاباتي مسلسلاتي تطبعهم واحدة من بناتي. لأن أنا حتى قبل لا تخرب إيدي ما حد كان يقرأ خطي مثل خط الدكتور ما حد يقرأ له الصيدلي فهي التخصص فهي اللي كانت تطبع لي. حلو. الحين برجع الحين لما تجيبين هالابلكيشن هذا انت تقولين وهو يكتب وبعدين برنت. فنشكر الاستاذ جمال الله على هالنصيحه هذه. ام سوزان احنا وايد استمتعنا صراحه ومبسوطين انك راح تكونين برمضان منوره تلفزيون الكويت. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح واي كلمه تحبين توجهينها لجمهورك بالكويت وخارج الكويت الشاشه كلها لك. حبيبه قلبي اقول لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله الله يعيد علينا وعليكم وعلى الكويت الحبيبه وعلى دول الخليج اهلنا وحبايبنا وعلى جميع دول الدول العربيه والامه الاسلاميه بالخير والامن والامان ويسهل يا رب على كل اللاجئين اللي آمين. تضرروا من هذه الزلازل الله يحفظهم يعوض عليهم يا رب وإن شاء الله يكون عام سعيد ورمضان سعيد على الجميع يا رب ويشوفكم خير ويكون إن شاء الله الكل راضي على العمل اللي أقدمه وإذا كان في تقصير أرجوكم المعذرة. ما من قصور أكيد نورتينا اليوم في ليالي الكويت سوزان يعطيك ألف عافية ونشوفك كل سنة وكل عام إن شاء الله يا رب يطول عمركم. شكرا جزيلا لك. وبكذي مشاهدينا نكون خلصنا معاكم مع حلقتنا الليلة وبس باقي لنا فقرة استراتيجي مع سارة اسحاق تابعونها ان شاء الله واحنا نلقاكم بحلقة جاية تصبحون على خير وفي امان. مع السلامة.